بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منشط أحمر، معي أنا ريمان عيسى. نبدأها بأبرز المنشطات. أول عناصر فرق الموت في البصرة يسقط بالإعدام، القضاء ينتصر للصحفيين الشهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، ناشطون يطالبون بمحاكمة جميع القتلة. بعد 20 شهرا على تعليق الدراسة الحضورية، الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي في العراق. بعد الانتهاء من عد نتائج 10 محافظات يدويا، مفوضية الانتخابات في العراق توشك على الانتهاء من عمليات العد اليدوي. بايدن من قمة 20، سنرد على أي هجمات تشنها إيران ضد المصالح الأمريكية، بما في ذلك الضربات باستخدام الطائرات المسيرة. أهلا بكم من جديد. وأخيرا قال القضاء العراقي كلمته الفصل، حكم بالإعدام صدر بحق قاتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي اللذين اغتيلا برصاص الغدر والخيانة أثناء تغطيتهما لتظاهرات تشرين في مدينة البصرة. حكم جاء ليؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن حالة الإفلات من العقاب لا يمكن أن تستمر في وطن لا يمل أبناءه من الدفاع عن حقوقهم. نتابع التقرير ونعود لنفتح هذا الملف. الحقوق لا تسقط بالتقادم، هذا ما أكده القضاء العراقي الاثنين عندما انتصر لإرادة ناشطي البصرة وحكم بإعدام قاتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي بعد نحو 22 شهرا على اغتيالهما أثناء تغطية تظاهرات البصرة في 10 من كانون 2 يناير من عام 2020. فرق الموت كما يسميها أهل البصرة تحت قبضة العدالة، وناشطو المدينة لن يهدأ لهم بال قبل محاكمة جميع قتلة الناشطين والمتظاهرين. الحكم بإعدام المدان حاء كاف لم يكن انتصارا لذوي الصحفيين أحمد عبد الصمد ورفيقه صفاء غالي فحسب، بل هو انتصار لدماء مئات الشهداء من المتظاهرين والصحفيين والناشطين الذين ذهبوا ضحية رصاص فرق الموت ومكممي الأفواه الذين أرادوا بث الرعب واللا حياة في وقت كان ينادي فيه المحتجون بوطن وحياة كريمة. وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكمها بتهمة القتل بدواع إرهابية وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فيما تجمهر عدد من الناشطين وعوائل الضحايا أمام مبنى المحكمة في البصرة وهتفوا لدم الشهداء والقضاء العادل. قرار استئناف البصرة العادل أعاد الأمل للشباب بأن لا مجال للإفلات من العقاب لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء بدم بارد. هذا الملف بداية مع الناشط البصري علي كريم، وأيضا سيكون معي الخبير القانوني صفاء اللامي. وأبدأ من علي. علي، وأنت ابن البصرة، ويعني أحمد وصفاء كانوا أولاد البصرة أيضا وأولاد العراق، يمثلون شريحة كبيرة من العراقيين وشهداء تشرين تحديدا. ماذا عنى لكم هذا الحكم الذي صدر من قبل القضاء العراقي، وبرأيك هل سيكون بداية لمحاكمة جميع القتلة في العراق؟ نعم، جزيل الشكر والامتنان على هذه الاستضافة. الرحمة والخلود لكل شهداء تشرين، شهداء الحرية والديمقراطية والعار للقتلة. هذا اليوم هو حقيقة ممكن نسميه عرس أو حفل أو يعني يوم مهم جدا بحياة الناشطين في البصرة، خاصة أول عملية كشف عن قاتل في البصرة من احتجاجات 2018 إلى هذا اليوم، خاصة عمليات القتل السياسي. نتكلم عن عمليات اغتيال، مو مسألة متعلقة بعمليات القمع داخل ساحة التظاهر. هذا الاغتيال السياسي اللي بدأ من البصرة من 2018 واستمر وإلى اليوم لم ينتهي. محاسبة القاتل بالإعدام أعتقد أنه هذا بداية تطبيق العدالة، بداية تطبيق العدالة بحق القاتلين جميعا. وهنالك مجموعة أخرى موجودة
حاليا ملقات القبض عليها بانتظار المحاكمة، أشخاص متورطين باغتيال الدكتور ريهام، أيضا باغتيال الناشط تحسين أسامة وغيرها من الشخصيات. هذا اليوم هو مهم جدا بالنسبة لنا كناشطين، بالنسبة للصحفيين بالعراق جميعا، كل من تعرض للتهديد والوعيد من قبل الجماعات المسلحة، ما دام هنالك إرادة حرة وقضاء، وكانت هذه مراهنتنا من البداية، مراهنتنا على القضاء. وفعلا اليوم الأجواء المحكمة كانت أجواء احتفالية عالية لما نطق القاضي بالحكم وعثرت الأصوات والأصوات المطالبة، المطالبة بقانون، المطالبة بدولة ديمقراطية تحتوى المواطنين. نعم نعم، أرحب الآن بالسيد صفاء اللامي معي من بغداد. أهلا بك سيد صفاء، وأنت خبير قانوني، يعني أناقش معك هذا الحكم الذي صدر بحق قاتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي. يعني إذا كانت الأحكام والقوانين العراقية تعاقب وتحاسب القتلة، إذن لماذا كانت هذه الحالة من الإفلات من العقاب؟ وهل هذا الحكم الذي صدر يعني من قبل القضاء العراقي سيكون بمثابة بداية لمحاكمة جميع القتلة في العراق كما قرأه الكثير من العراقيين؟ هل نتفائل اليوم؟ نعم، مرحبا بك أستاذة ريما، مرحبا بضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. كانت اليوم خطوة موفقة للقضاء العراقي، وهو انتصر بحق لدموع الأمهات، لثكالة، لأبناء الشعب العراقي، لأبناء تشرين، لكل الصحفيين والإعلاميين الذين طالتهم أيادي الظلام، تلك القوى التي تعتاش على الموت والدمار. اليوم انتصر القضاء العراقي عبر محكمة جنايات البصرة الثالثة بإصدار قرارا بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على قاتل الشهيدين أحمد عبد الصمد، زملاء أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي. وكان وهذا القرار يمثل نقلة نوعية في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، خصوصا هاي الجرائم التي تسمى جرائم نوعية، عندما تكون هناك جهات وجماعات مسلحة تغتال الصوت الحر، تغتال كل من يطالب بالحقوق، تغتال الإعلاميين والصحفيين والناشطين والحقوقيين. إذن القضاء العراقي انتصر لهم هذا اليوم، وهي خطوة جريئة وموفقة للقضاء العراقي، ونشد على أيدي القضاء العراقي بأن ينتصر لكل الدماء التي سالت سواء في بغداد أو في البصرة أو في باقي محافظات العراق أو في النجف أو في كربلاء. ونتمنى على السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة أن تقوم بتنفيذ الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية بموجب نصوص القانون. فهو هذا الحكم سيرسل تلقائيا إلى محكمة التمييز بنص القانون، هو تمييز وجوبي أو بناء على طلب المتهم نفسه، سيرسل إلى محكمة التمييز، وبعد المصادقة سيكون هناك مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية لتنفيذ الحكم بالإعدام. الآن أستاذة ريما، الحديث في الشارع العراقي من خلال اطلاعنا، أبناء الشعب يثقون بالقضاء بأنه أصدر هذا القرار بالحكم بالإعدام، إلا أن تنفيذ القرار هو أيضا يقترن بالسلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، وبالتالي هم لا يثقون كثيرا بالحكومة تنفيذ قرار الإعدام تقصد سيد صفاء؟ تنفيذ القرار أقصد، لأنهم في مرات سابقة تم الحكم من قبل القضاء على مجرمين مهمين وأجرموا بحق الشعب العراقي، الإرهابيين من حركات التطرف، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام إلى أن تم تهريبهم. ألا تعتقد اليوم أن يعني الظروف يعني مغايرة تماما لما حدث في السابق، ولا بد اليوم من تطبيق وتنفيذ هذا القرار؟ هو أن أرادت الحكومة أن تبدأ بخطوات جيدة وتزرع الثقة، ويعني تنافي ما تم سابقا من عمليات هؤلاء القتلة من تهريبهم من السجون، من تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحجج مختلفة. يعني صوري مثلا رئيس الجمهورية السابق الله يرحمه جلال الطلباني كان ممتنع عن التوقيع على المراسيم الجمهورية لأحكام الإعدام بذريعة أنه
انه هو وقع على اتفاقيه دوليه بانه ما يوقع على هيك احكام وخول النواب مالته وصار موضوع شائك يعني، وبالتالي تاخرت تنفيذ احكام الاعدام بحق ارهابيين كبار الى ان تم تهريبهم من السجون. يعني مثلا اللي فجر الكراده اللي ماتوا ب 800 الى 1200 شهيد كان مهرب من سجن ابو غريب في بغداد، لو ما تم تهريبه من السجن لما مات هذا العدد الهائل من المواطنين والشهداء في الكراده مثلا يعني. وبذلك نحن نحث الحكومه ونشد على ايدي القضاء بان يتم انجاز هذا القرار بتدقيقه تمييزيا، وبعد اكتساب الحكومه الدرجه القطعيه على السيد رئيس الجمهوريه ان يصدر مرسوما جمهوريا بتنفيذ حكم الاعدام بحق القاتل. اتمنى ان يصل هذا الكلام يعني سيد صفاء عبر مانشيت احمر الى الجهات المعنيه. اعود مجددا الى الناشط علي كريم. ناشط يعني علي، الا تعتقد اليوم ان هذا الحكم جاء نتيجه للمطالبه الحثيثه من قبل العراقيين والمدنيين والناشطين في العراق لضروره يعني احقاق المطالب الحقه ويعني من وراء سعيهم والمطالبه بحقوقهم؟ بالتاكيد ما جاء هذا القرار اعتباطي ولا جاءت اصلا محاوله امساك الجهات المنفذه فرقه الموت. نتكلم منذ سنة أو أكثر من سنة الناشطين والإعلاميين في البصرة في تعاون وفي تواصل دائم أيضا مع الإعلاميين والناشطين في عموم العراق من أجل الضغط باتجاه أول شيء إلقاء القبض على القتلة، وثانيا هي محاكمتهم بأسرع وقت ممكن، لأن احنا من البداية قلنا بأن هؤلاء المجرمين هم مجرد عصابات، وعملية الاغتيال عملية اغتيال سياسي، وعملية الاغتيال السياسي ليست كالاغتيال الجنائي أو كالجرائم الجنائية. المفارقة العجيبة أنه اليوم القاتل بعدما تم الحكم عليه بالإعدام سجد سجدة الشكر إلى الله، وهذه كارثة، ويمكن لأول مرة تحدث في المحاكم العراقية أنه مجرم يحكم عليه بالإعدام فيسجد سجدة الشكر. بالجلسة السابقة اعترف هذا المجرم بأنه عملية القتل وتنفيذ القتل جاءت بفتوى من رجال دين من خارج العراق. هنا نستكشف وهنا نشاهد أنه مسألة الاغتيالات الحاصلة سواء من أيام تشرين وإلى هذا اليوم هي اغتيالات بأثر فتوى طائفية وبأثر فتوى من طائفة معينة من رجال دين معينين، وبالتأكيد الاستهداف جاء بحجة أنه هؤلاء الأشخاص يريدون زوال الدين أو مهاجمة الدين، مهاجمة الدولة الدينية وهذه التفاصيل، وينسون أن العراق بلد التنوع وبلد التعايش. هذه المفارقة لا تختلف تماما، بمعنى أن عمليات الإجرام اللي حاصلة هي مثل التفجيرات الإرهابية أو مثل الشخوص اللي كانوا يمارسون عمليات التفجير وقتل قبل في أيام الحرب الطائفية. هذه مؤشر خطر، وعلى الحكومة والجهد الاستخباراتي والمخابراتي أن ينظر بهذا الموضوع، هذا الموضوع مهين أن يتم رجال دين من خارج البلد يتدخلون بحياة المواطنين داخل العراق. هذه كارثة، وممكن تتفاقم هاي الأزمة بالحقيقة، وإحنا مقبلين يعني من المفروض الآن إحنا ببداية تغيير سياسي نوعا ما حصل بالانتخابات الأخيرة. هذه الفتاوى وهذا العمل قد ينذر بصراعات قادمة، صراعات تصفية حقيقية، والمبرر هي فتوى دينية. نعم إذا أنتم تتوقعون استمرار الاغتيالات السياسية في العراق؟ بالتأكيد نتوقع، لأنه لم يتم إنهاء حالة الإفلات من العقاب هذه أولا، ثانيا عمليات القتل هي عمليات قتل على أثر توجه طائفي، يعني المسألة مو بس مسألة أنه يعني مصالح مشتركة أو عدم الوصول لاتفاق معين، لما نتكلم عن توجه من رجال دين معينين والقاتل يشكر الله لأنه تم حكمه بالإعدام، يعني هذه كارثة، يعني هذا المفروض هاي انتهت بزمن العصور الوسطى، مو نتكلم عن 21. سيد صفاء يعني يتحدث علي بشكل صريح عن وجود أيادي خارجية تقف خلف عمليات الاغتيال في العراق، الاغتيالات السياسية واغتيالات الناشطين التي حدثت في يعني ثورة تشرين. أنت أيضا ألمحت إلى هذا الموضوع من الناحية القانونية، إذا أردنا أن نحاسب الجهة التي تقف خلف قاتل أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، كيف يمكن محاسبتها؟ هل نقدم الملفات إلى المحاكم الدولية؟
نعم، هي السؤال هو هل تقوى الحكومة العراقية على محاسبة هذه الجهات الخارجية التي تمتلك الإرادة والنفوذ والتي تعلو سطوتها فوق سلطة الدولة؟ هل تستطيع؟ السؤال يجب أن يكون. إذن يعني هو الأمر المتعلق بإرادة سياسية، ولكن لا أتحدث عن هذا الجانب سيد صفاء، أتحدث عن جانب واضح أستاذة، جايك بالحديث، أسترسل بالحديث. تفضل. نعم أستاذة، الجانب القانوني أنه المفروض الحكومة العراقية هي من تبدي خطواتها، يعني بمجرد ما أعلن القضاء وأفصح بالتحقيقات مالته عن وجود شبكة خارجية وأجندات خارجية ضربت العمق الأمني العراقي وتم اغتيال مجموعة من الناشطين والصحفيين والحقوقيين، تتحرك دبلوماسيا دوليا، تطرد السفير، تقطع العلاقات الدبلوماسية، تفاتح مجلس الأمن الدولي، تذهب إلى المحكمة العدل الدولية بلا هاي، تقيم دعاوى، يعني هذا كل المتعارف عليه في كل الدول العالم. تصريح واحد الوزير إعلام لبناني بحق دولة، طردوا سفراء اثنين من البحرين والسعودية، هذا المتعارف عليه بالدول، يعني الدول تتماشى ويا هذا الموضوع دبلوماسيا. بس لأنه احنا هذا الموضوع يرتبط بالنظام السياسي، والنظام السياسي هو من يرتبط بهذه الأجندات الخارجية، فلا يقوى أحد على محاسبة هذه الجهات، أو حتى محاسبة، أو حتى التفوه بأن يرسل الملف ويدوله حتى المنظمات المدنية والحقوقية المستقلة في العراق. هذا هو الواقع. نعم، ولا حتى تلك المنظمات، لأن تلك المنظمات لأن هذه الإرادة، هذه الطبقة السياسية فوق إرادة هؤلاء جميعهم، بما فيهم بعثة الأمم المتحدة يونامي الموجودة بالعراق. ولكن قبل فترة تم تقديم شكاوى يعني إلى المحاكم الفرنسية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي اي وشنو بعدين شنو صار يعني؟ وبعدين يعني عراقيين هذول عايشين بالخارج قاموا دعاوى على رئيس الوزراء بجرائم قتل. هل تستطيع تلك المحاكم اصدار قرارات او تلقي او تنفذ اوامرها داخل العراق؟ بالتأكيد لا، يعني ما ما ماكو جدوى من إقامة هذه الدوائر ما لم تكون هناك جدية لفرض القانون بالداخل، داخل العراقي، داخل العمق العراقي، يعني تكون هناك إرادة للدولة، للحكومة العراقية بمحاسبة هؤلاء، بمحاسبة هذه الجهات، بمحاسبة الدول التي مطالبتها بتبرير ما تفعل بالوضع الأمني العراقي. هناك نصوص عقابية في قانون العقوبات العراقي، جرائم ماسة بأمن الدولة الداخل، جرائم ماسة بأمن الدولة الخارجي. نعم. وبذلك النصوص العراقية موجودة، بس هل يستطيع أن تجرؤ الحكومة العراقية؟ لا تجرؤ الحكومة العراقية على ذلك، كون الحكومة هي أصلا تتبع للنظام السياسي، والنظام نعم. السياسي هو يرتبط بأجندات خارجية. فهذا الموضوع بس طيب. المفصل الوحيد بموضوع اليوم أنه القضاء العراقي هو كان شجاع، وبحق هو كانت شجاع للقضاء العراقي، هذا يقصد للقضاء العراقي وحكومة أيضا مصطفى فعلا. الكاظمي، رغم أنك تتحدث قليلا بتشاؤم، إلا أني سأصر على التفاؤل مع علي. علي، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة وما بعد يعني أو قبل الانتخابات كان هناك يعني انخفاض أو انحسار بوتيرة ملاحقة الناشطين واغتيال الناشطين في العراق. ألا تعتقد اليوم أنه ربما هذه الظاهرة سوف خلينا نقول تقل في العراق نتيجة لمتطلبات الوضع العراقي والمزاج السياسي الجديد ربما في العراق والخارطة السياسية التي ربما ستتشكل بعد يعني هذه الانتخابات ونتائج الانتخابات النهائية؟ نعم، أول شيء خلي أرجع على أنه هدوء واستقرار الوضع السياسي قبل الانتخابات، هذا جاء باتفاق أممي، خاصة الاتفاق اللي أجرته المبعوثة الأممية بلاسقاط مع أبو فدك المحمداوي، وأيضا مع الحكومة الإيرانية قبل الانتخابات. كان هناك اتفاق بتهدئة الأوضاع الأمنية لحين الانتهاء من الانتخابات. هذه النقطة. النقطة الثانية احنا شنو نقول؟ نقول إذا أكيد ماكو دولة بالعالم تقدر تمنع عملية القتل أو عملية العنف، لأنه لا يمكن منعها بالكامل، أكو حد منها. بس نفس الوقت نطلب بأنه يتم الكشف عن الجهات وعن المتواطئين، هذا اللي راح يحد من عمليات القتل. احنا ما نطلب أنه مثلا توفر الحكومة حارس شخصي ويكون ناشط يمشي بالشارع أو غيرها، ما نطلب هاي المطالب الخيالية، لكن نطلب بنفس الوقت أنه لما يتم القبض على الجهات المتورطة، لما يتم الكشف عن الجهات المتورطة، المفروض تأخذ بحكمها بحكم عادل بعيدا عن الضغوط مثل ما صار هذا اليوم.
هذا اليوم الشخص المحكوم كثير من القوى السياسية والميليشياوية حاولت أن تضغط بشكل أو بآخر من أجل على الأقل تسويف الحكم، مو بس من أجل منع الحكم، لكن شجاعة القضاء العراقي هذا اللي نطالبه وهذا اللي أريده بالتحديد. بالتأكيد شكل العملية السياسية القادم بعد انكسار قوى الميليشيات الموالية للجارة الشرقية، هذا الانكسار هم حاليا في أضعف مراحلهم، وهذا ما شاهدناه في محاولة خلق بلبلة وخلق مشاكل وخاصة في محافظة ديالى بالأيام الحالية. تشهد هذه القوى انكسار كبير. أعتقد أنه شكل الحكومة القادمة ربما سيساهم بتقليل نوعا ما وتيرة العنف للمرحلة القادمة، إذا ما جرت وإذا ما حدث طارئ ما، تدخل دولي معين، ربما تدخل رجال دين معينين، ربما الرجوع إلى معضلة ومشكلة التوافقات السياسية اللي مثل ما حصلت في 2018 و2014. نتمنى ما نكون متشائمين بقد ما نتمنى أنه نطلع من هذه الأزمة. الآن العشرات من الناشطين لا زالوا مهددين خارج مدنهم، العشرات من الصحفيين كذلك. نتمنى أنه الجميع يرجع يعود إلى أهله، يمارس نشاطه بكل أريحية. بالنتيجة احنا المفروض نحتكم إلى الديمقراطية، نحتكم إلى التبادل السلمي للسلطة، وأنه لا يمكن الاحتكام للسلاح المنفلت، الاحتكام هو لسلاح الدولة، والمفروض على الدولة أنه تحتكر وسائل الأمن. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الناشط البصري علي كريم، كنت معي عبر سكايب. أعود مجددا إليك سيد صفاء. يعني أنا ببداية الحلقة كنت متفائلة قليلا بهذا الحكم، لكن يعني سديت الطريق علي قليلا يعني ما تفضلت به قبل قليل. هل تريد أن تقول بأن يعني الأزمة في العراق فيما يخص حالة إنهاء الإفلات من العقاب هي أزمة سياسية وإرادة سياسية وليست قانونية، وأنها مرهونة بالخارج تحديدا؟ لا أريد أن أسمي جهات. نعم أستاذ، أنا اللي أريد أقوله مو حتى أكون متشائم، بس أنا أنقل وجهة نظر الناس حسب اطلاعي، واكيد ناس تتواصل وياي. الناس فرحوا بالقرار القضاء العراقي واشادوا به، بس بالمقابل يعني ممتعضين من تنفيذ اجراءات الحكومه. ليش؟ لانه شوفي، بس خلينا نفصل الموضوع حتى يفهم المشاهد، انه كل الموضوع يقترن بالقضاء العراقي من تحقيق الى احاله المتهم الى محكمه الجنايات الى محكمه التمييز، وبعدين يكتسب الحكم الدرجه القطعيه ويصبح جاهز للتنفيذ. هنا انتهى دور القضاء، هنا اجى النظام السياسي، هنا اجى اللي هي الحكومه، نظام سياسي، طبقه سياسيه. فتنفيذ الحكم اكو مفصل منه، الجزء الاخير وين يرتبط؟ يرتبط بالحكومه، بالطبقه السياسيه. ولذلك تاخرت تنفيذ احكام الاعدامات كثيرا، وهؤلاء الارهابيين الذين يقبعون في السجون يكلفون حتى الدوله مبالغ طائله يوميا، يصرفون عليهم يمكن 20 دولار ما 30 دولار، فهم اصلا يعني، وتاخرت تنفيذ الاحكام. فاني كمواطن هسه اقول ممكن مثلا رئيس الجمهورية يطخ بعقله يصدر عفو خاص بناء على اقتراح رئيس وزراء ويفرج عن هذول اللي يحكمهم القضاء بالإعدام. فهذا الخلل التشريعي، بما أنه بعد عام 2003 وإحنا بنظام ديمقراطي واستقلت السلطة القضائية استقلالا تاما، إلا أن هذا الاستقلال يبقى منقوصا ما لم يتم حتى المراحل الأخيرة من خلال تنفيذ الأحكام. يعني المفروض أنه تصير تعديل تشريعي على نصوص القانون، وخلص بعد السلطة القضائية هي تحكم وهي اللي تشرف على تنفيذ أحكام الإعدام. يعني هذا اللي بس من خلال اطلاعك على الأمور القانونية والسياسية في العراق، هل سيؤجل حكم قاتل صفاء وأحمد إلى ما بعد يعني تشكيل التحالفات والخارطة السياسية ويعني موازين القوى في العراق؟ لا، هو ما يمكن خلال هاي القضية، هاي قضية رأي عام، قضية أثارت حفيظة الشعب العراقي، مشهد القتل اللي يمورس ضد هؤلاء وغيرهم من أبناء تشرين والصحفيين والإعلاميين كان بشع جدا. والسؤال اللي سألتيه قبل شوي للضيف الكريم دي يقول شوي انحسرت عمليات الاغتيال، مو بسبب أنه الحكومة هي فرضت إرادتها أو لا، لأنه صار ضغط شعبي واسع، لأنه احترقت سفارات، لأنه احترقت قنصليات،
لأن وصلوا المقراتهم، صار استنفار شعبي وغضب جماهيري عارم من عمليات اغتيال الاغتيال الممنهج. هذا هو السبب الحقيقي اللي أدى إلى انحسار عمليات الاغتيالات والكاتم بمناطق بغداد وبقية المحافظات، مو إرادة سياسية. اللي أريد أقوله أنه شنو، دائما الشعب هو الصوت الحق الناطق، هو الذي يضغط على هؤلاء. هاي قضية رأي عام، منظمات المجتمع، أدعو منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين وأبناء تشرين وكافة شرائح الشعب العراقي بأن هاي القضية أن يكون هناك، إذا ما تم تسويفها وتأخير تنفيذ حكم الإعدام، أن يخرجوا بتظاهرات أو يضغطوا على الحكومة أو على السيد رئيس الجمهورية من أجل المصادقة على المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الإعدام بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز الاتحادية. أنا أشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني، كنت معي من بغداد صفاء اللامي. وأنتقل الآن إلى تويتر وإلى مروى عرب، ويعني نستمع إلى أبرز ما كتبه المغردون على تويتر فيما يخص يعني محاكمة قاتل صفاء وأحمد. إليك مروى. شكرا جزيلا لك ريما. وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا اليوم ليس لها من حديث وردود فعل سوى الحكم بإعدام قاتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، وكأن جميع الصفحات ترقص فرحا بسبب إنصاف القضاء العراقي لانتفاضة تشرين. نبدأ من تغريدة منتظر البخيتي حيث قال ونشر فيديو وعنوانه من أمام منزل أحمد عبد الصمد بعد النطق بالحكم. نشاهد الفيديو ثم نعود. هذا هو الفيديو الذي نشره منتظر البخيتي، وإلى عبد الهادي العمري الذي قال عندما يختار المرء أن يغيب الآخرون بالطريقة اللامنطقية، هناك 99 طريقة من أجل التعايش بلطف، لماذا يختار الطريقة 100، الطريقة التي ينكسر فيها كل شيء؟ فرح وهزيج خالة صفاء والدة الشهيد أحمد عبد الصمد بعد نطق بالحكم بحق مرتكب الجريمة بالإعدام. أيضا نشاهد هذا الفيديو. الفيديو بالذات كان قد انتشر واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. ننتقل إلى تغريدة سيف الطائي الذي قال القصاص هو أقل شيء للشهيدين، الحكم بالإعدام شنقا على قاتل الشهيدين. وأيضا ننتقل إلى حسين علي البصري الذي كتب هذه رسالة بأن تشرين ستلاحق قاتليها وسيواجه القاتل مصيره لوحده فقط ولا يشاركه العقوبة أحد. أما أحمد الحسيني فقد قال اليوم إعدام تحاكم قاتلك يصفي. بهذه الكلمات أعلنت خالتنا وخالة الشهيد صفاء غالي كسر جرة الحزن على قاتل ابن أختها. إذن أخيرا نذهب إلى أحمد الحميري والذي قال سبحان الله، ما كنا نسمعه من حكم ومواعظ من أهالينا وكبارهم بأمثلتهم الدقيقة نراه اليوم كواقع ويتحقق من قصاص وعدالة. هذا أخيرا ما قاله أحمد حول هذا الموضوع. بكل الأحوال معنا طلال مجيد الناشط المدني من النجف. مرحبا بك أستاذ طلال. إذن رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي كل هذا التفاعل مع قرار المحكمة بإعدام قاتل الصحفيين أحمد وصفاء. بداية، على ماذا يدل هذا التفاعل الواسع مع هذا القرار من قبل الشعب العراقي؟ أولا تحية لك سيدتي العزيزة وتحية لمشاهديك ولكادر قناة الشرقية. بالتالي اليوم القضاء ينتصر بشكل كبير ويثبت للعالم أجمع وللشعب العراقي أن لا يمكن للمجرم أن يفلت من العقاب. الجرائم لا تتساقط بالتقدم. بالتالي
هذا القرار الذي صدر بحق هذين هذا المجرم القاتل الذي قتل الأخ الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله، كان قرارا شجاعا ومنصفا، وأعطى لدينا الأمل بالذهاب نحو القتل الآخرين والحصول على من نفذ تلك الجرائم ومحاسبتهم. بالتالي نعم، إن كل من اقترف جريمة بحق الشعب العراقي وأبناء تشرين خاصة سوف يخضع للقضاء وإمطال الزمن. نعم، أنت كناشط مدني ولك يعني باعك في يعني حرية الرأي، اليوم بعد أن نطق بالحكم بحق قاتل الصحفيين، كيف سوف تكون ممارستك لعملك؟ حرية الرأي كيف تراها مستقبلا، مستقبل في المستقبل القريب في العراق؟ حقيقة نحن رغم التكتيم والتعتيم والمحاولات الفاشلة والبائسة التي استخدمها الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا والذين خرجوا عن القانون، كان لنا رأيا قويا صارما صريحا في حق هؤلاء وفي حق كل من تسبب في هلاك العراق وأفسد فيه وانتهك حرمته وأمواله. لم يكن يردعنا ما يحصل، لكن بعد أن رأينا القضاء يتصرف بهكذا طريقة دون مراعاة لتهديداتهم وسلاحهم المنفلت وعصاباتهم المنتشرة، أصبح لدينا العزم والقوة على أن نطرح رأينا بشكل كبير، ونحن ماضون في الأيام القليلة القادمة إلى إزالة الفاسدين من المناصب السياسية الذي تحكموا بها لسنوات طويلة. يعني استنتج من كلامك أستاذ طلال بأنه حرية الرأي والكلمة في العراق لها اليوم مرحلة جديدة بعد النطق بالحكم، وبشرط يعني تنفيذ هذا الحكم. نعم، لقد كممت أفواهنا لسنوات طويلة أبان العهد السابق أبان النظام السابق، إلا أننا اليوم نستشعر خيرا ونتنبأ خيرا أننا سوف نكون طليقين لسان في استرداد حقوقنا، في إعانة المظلومين، في نصرة أبناء شعبنا. تشرين صنعت الكثير، وهذه أحد معجزات تشرين وصناعتها، أنها أعطت للعراقيين وعلمتهم ثقافة الاعتجاج بشكل كبير. اليوم المواطن حتى لو كان على مستوى نفر أو نفرين، إذا شاف مصلحته العام انضربت في باب ما، يذهب إلى احتجاج رافعا لافتة، يقف في مكان المطلوب لكي يعبر عن رأيه. هذه ثقافة تشرين. الذين يعيبون عليها كثيرا لا يعلمون ماذا صنعت للشعب العراقي. نحن الآن سنمضي وبقوة من خلال ما رأينا من حفاوة وقوة للقضاء تدعمنا. خاصة أستاذ طلال بعد يعني النتائج في الانتخابات الأخيرة، وبدت الانقسامات اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل، وبالتالي نحن أمام مرحلة بين ربما كما يذهب البعض بين موالاة ومعارضة، وقدسية الكلمة لها يعني وضعيتها الكبيرة اليوم في العراق بعد هذه النتائج التي نتحدث عنها، نتائج الانتخابات. نعم، نتائج الانتخابات بالنسبة لهم كانت صادمة ولنا كانت متوقعة بشكل كبير، وأنا من خلال قناتكم قبل الانتخابات أن هناك نتائج سوف تكون مدوية وسوف يخسر من يعتقد أنه مسيطر على الأمر. بالتالي هم يحاولون البقاء في السلطة ليس حبا في السلطة، إنما الحفاظ على ما يمتلكون من مكاسب، وكذلك الحفاظ على هيئتهم وهيبتهم ومؤسساتهم، وهذا لن يكون، لأن العراق مقبلا على تغيير كبير، ونحن نتأمل بمن كان موجود الآن في العملية السياسية من أبناء تشرين والشرفاء والمستقلين والذين داعين إلى الإصلاح، ونحن نثق بهم كثيرا أن يذهبوا بالاتجاه الصحيح، ونحن ندعمهم بشكل منقطع النظير داخل الشارع العراقي عن أي قرار يتخذوه. يجب أن يتغير الحال في العراق. لقد أنهك واستهلك المواطن العراقي بشكل كبير، ونحن عازمون على التغيير. وبهذه النظرة التفاؤلية أنهي معك الحوار الأستاذ طلال مجيد، وأنت الناشط المدني كنت معي من النجف، وأعود إليك ريما وبرنامج منشأة أحمر. شكرا جزيلا لك مروة. إذا ننتقل إلى ملفنا الثاني لهذا اليوم في منشأة أحمر، حيث قرع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جرس بدء العام الدراسي الجديد في إحدى مدارس العاصمة بغداد، ليعلن بذلك عودة أكثر من 11 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أرجاء العراق بعد انقطاع حضوري دام نحو سنتين جراء القيود التي فرضتها الحكومة
الحد من تفشي فيروس كورونا. إذن ما هي الصعوبات والتحديات التي سيواجهها الطلبة في العملية التعليمية بعد انقطاعهم عنها حضوريا، وما هي الخطط الوزارية للمدارس هذا العام؟ أسئلة عديدة نطرحها في ملفنا الثاني من منشأة أحمر، لكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. في 25 من شهر شباط عام 2020 أعلن عن أول تعطيل للدوام المدرسي في العراق بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في البلاد، ومن حينها تذبذب الدوام بين التعطيل والدوام الإلكتروني، فالعودة إلى الحضوري والمشاركة بين الحضوري والإلكتروني. 20 شهرا مرت والدراسة نتيجة كورونا غير ثابتة. العراق الذي يعاني قطاع التعليم فيه بالأساس الكثير من النقوصات، لم يكن بحاجة إلى أزمة صحية، ولكن الأزمتين تحولتا إلى كابوس للطلبة والآباء والأوساط التعليمية. تقول وزارة التخطيط إن هناك 30% من العراقيين يقبعون تحت مستوى خط الفقر، وأكثر من 37% من الأطفال العراقيين يعيشون دون مستوى ذلك الخط. وأثر الفيروس على الطلبة من محدودي الدخل بسبب عدم الحصول على خدمات إنترنت كافية. يبلغ عدد المدارس والمعاهد في العراق نحو 20,000 مؤسسة حكومية، فيما يبلغ عدد التلاميذ والطلبة أكثر من 11,065,000. وفي اليوم الأول حيث انتظم الدوام لأول مرة منذ تفشي الجائحة، ينتظم 100% من الكوادر التعليمية في الدوام، وستخصص جداول للدوام الرسمي ويكون وفقها الدوام متضمنا إجراءات وقائية مشددة. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دق جرس بدء العام الدراسي في مدرسة العقيدة بالعاصمة، مؤكدا أن لا شيء سيوقف مسيرة التعليم، وهي رسالة إصرار رغم كل الظروف بمواصلة المسيرة التربوية والتعليمية في العراق، وهي أيضا رسالة أمل بأن الحياة ربما تعود لسابق عهدها والبداية من المدارس. إذن أرحب بالضيوف ملفنا الثاني من منشأة أحمر، المتحدث باسم نقابة المعلمين ناصر الكعبي، وأيضا الأكاديمي والتربوية دكتور سعد الدراجي. وأبدأ معك سيد ناصر، يعني بعد انقطاع لعامين عن الدوام الحضوري اليوم يعود الطلاب إلى مدارسهم، هل هناك خطط وزارية فيما يخص هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم بمناسبة هذا اليوم العظيم. بعد سنتين من الانقطاع وبداية أبنائنا العودة إلى الحياة، وإذا عادت المدارس عادت الحياة، ونهنئ زملائنا المعلمين بتجديد العهد والولاء للوطن وخدمة أبنائنا. ولكن ودائما اللكن هي مريرة وعصيبة، أنه وزارة التربية لا زال صلاحياتها موزعة بين المحافظات وبين الوزارة، الإمكانات غير متوفرة كافية للنهوض بالعام الدراسي، التخصيصات غير متوفرة للقضاء على 11 مليون أمي. زيارتي اليوم لأحد المدارس، وهذا أبلغ المسؤولين بالعراق رسمياً، إلى متوسطة دجلة الخير اللي مدرستي نداوم بها أكثر من 1200 طالب وطالب طالب ابتدائية ومتوسطة، لا توجد صحيات ل 1200 طالب وتلميذ، لا يوجد أي مياه صالحة للشرب داخل المدرسة، لم يستلموا أي قرطاسية، لا توجد، يعني حتى سألت بعض الأسئلة الخاصة وجدت أنه حتى قرطاسية الإدارة لم تصل لحد الآن، الاستعدادات غير كاملة للعام الدراسي على المستوى الدعم اللوجستي وعلى مستوى الخدمات، لأن وزارة التربية ما مسؤولة على الأبنية المدرسية، مسؤولية المحافظات، والمحافظات غير متوفرة، بالإضافة إلى كارثة أخرى، المدارس الحديدية اللي توقعت بزمن أحد الوزراء يتم تسليمها والمقاول ما ينجزها، والأبنية المدرسية تقول ما عليها والبلدية تقول ما عليها، مثل من؟ مثل مدرسة الاتحاد اللي بالحسينية قسم شمال بغداد على الرصافة الأولى، مدير المدرسة يصرف راتبين من رزقه ورزق أطفاله من أجل أن يجيب كهربائي ويجيب حداد ويقولوا له من أصرف لك، ما علينا بهذا الموضوع.
نعم هذا وضع التربية قسم من عنده لكن الجانب المشرق نعم تفضل تابع ما هو الجانب المشرق باختصار. الجانب المشرق العراقي العنقاء إذا كان دائما ينهض من الرماد نتذكر الحصار واجهناه وخرجنا العقول ونتذكر اليوم احنا ايضا جاي نواجه بكل عنفوان كل قوة العراقي المعلم العراقي. الوقت لا يسمح لي دعني ارحب مجددا بالدكتور سعد الدراجي. دكتور سعد يعني اضافة الى ما تحدث به السيد ناصر عن هذه المشكلات التي يعني تواجه يعني العملية التعليمية في العراق والطلبة ايضا يعانون منها الى ان هناك يعني ما بعد كورونا ظهرت بالتأكيد مشاكل نفسية لدى الطلبة، باعتقادك ما هي الصعوبات ما هي التحديات التي سيواجهها طلبة العراق هذا العام؟ نعم أولا تحية لك وتحية لضيفك الكريم وأيضا تحية إلى مشاهدينا الأكارم في كل مكان. شكرا لقناة الشرقية على اهتمامها ببدء العام الدراسي. حقيقة مضت سنتين وأبنائنا بعيدين عن المدارس وبعيدين عن الجامعات ولكن يبدو أن هناك خطوة شجاعة بدأت منذ يوم 11 أو يوم 12 بالتشرين الأول بالجامعات واليوم تبدأ في مدارسنا في كل وزارات أو مدارس العراق. أكيد إحنا خرجنا من سنتين من مشاكل كثيرة جدا، الطالب بعيد عن التعليم والأستاذ بعيد عن القاعة وبالتالي لابد من انطلاقة قوية جدا والانطلاقة نتمنى أن تكون أكثر قوة خاصة بعد أن بدأ رئيس الوزراء بطرق جرس المدرسة. نتمنى أن تكون خطوات لمتابعة المناهج الدراسية لمتابعة كل الصعاب التي تقف في طريق التعليم. الآن انتقلنا من التعليم الإلكتروني إلى التعليم الحضوري، نحتاج إلى تهيئة القاعات تهيئة المختبرات إعادة هيبة التدريسي. يعني إحنا الآن سواء كان في التربية أو في التعليم العالي هو حال كل الموظفين الذين تأثروا بالعملة الصعبة وتغيير سعر الدولار وبالتالي بدأ يعاني من المشاكل. الآن الصعوبات اللي تقف في طريق العوائل الفقيرة المعدمة اللي الآن ما تمتلك يعني ملابس المدرسة وحقيبة المدرسة وهذه واحدة من الصعوبات اللي تواجهها. صعوبة الآن الصحيات اللي أشار لها، أنا أيضا زرت مدارس مو صحيات أنه الصف متموج، يعني شلون يقعد الطالب شلون الرحلة مالته تستقر. نتمنى من السيد رئيس الوزراء أو غيره من المسؤولين أن يذهبوا إلى المدارس التعبانة، المدارس مو مهيئين لمدرسة نظيفة وكذا فقط للإعلام للعملية التعليمية بالمجمل. بالعودة إليك سيد ناصر، يعني إذا فقد كما يتحدث الدكتور سعد التعليم والتدريس في العراق هيبته نتيجة لكل هذه الظروف، اليوم ما هو دور المعلم العراقي؟ الحقيقة هو احنا دائما في على كل المستويات نشوف الغيرة العراقية تتولد بالشارع دفاعا عن مظلوم او محروق سيارته او عن امرأة محتاجة، وصفحات التواصل على المستوى الوطن العربي مشهورة بالغيرة العراقية. الغيرة العراقية تنبع من الأسرة، تنبع من المدرسة، تنبع من تربيته التلميذ داخل المدرسة عن تعاون. المعلم العراقي معلم مقتدر، لان هذه العقلية نفسها بالإحصاءات العالمية ان الشعب العراقي ثامن شعب على مستوى الأرض يكون مستوى الذكاء، واحنا نعتقد انه هذا الذكاء محارب على المستوى العالمي او على المستوى المحلي، لان دائما الاغبياء يحاولون يحاربون الاذكياء. الشعب ذكي وغير الشعب يعني مشكوك بذكائه، لان هذا الشعب ما راح يصبر على هذا التمادي في اهمال قطاع التربيه واستيعاب مخرجات العمليه التربويه واستمرار غياب تدريب المعلم واستمرار غياب المختبر اللائق والساحة اللائقة والصف اللائق، بالإضافة إلى ما ذكر
زميلي أن الوضع المعاشي المتردي للمعلم وللأسرة وللدعم المتوفر للإدارة المدرسية بنفسها كمدير مدرسة. اليوم من دخلت للمدرسة وأشوف زملائي يواجهون المستحيل من أجل أن يقنع تلميذي الصف الأول ابتدائي، وتعرفون هي مشكلتنا بالعراق. طيب. أنه ما مهيئ من البيت مباشرة إلى أن يختلط، كثير من الصعوبات وجه. نعم، دعنا نتوقف عند جانب آخر من يعني التعليم في العراق والتدريس، ونشاهد هذا الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، حيث ظهر فيه مدير تربية كركوك وحوله أشخاص مدججون بالسلاح داخل ساحة مدرسة ابتدائية في كركوك مع بدء العام الدراسي. نتابع. يعني للطلبة استقبال العام الدراسي بأسلحة، كيف تعلق دكتور سعد؟ نعم دكتور سعد. إلى المدرسة هو يعني تقليل من قيمة التربية والتعليم في العراق، وبالتالي تسقط هيبة المعلم. المفروض المسؤول عندما يزور مدرسة يترك سلاحه ويترك حمايته خارج المدرسة أو خارج المؤسسة التعليمية ويدخل، لأنه هو يدخل حرم جامعي، حرم تدريسي. مدرسة إلها مكانة. يعني احنا بعض مسؤولين خطيه مش شايفين المسؤوليه، يجي من مكان معين وخلوه مسؤول وتشوفينه يدخل بسلاحه على اطفال وبحمايته وكانه هو قائد العمليات في تلك. انت جاي تفتتح مدرسه، كنت تدخل بادب وباحترام وتكون قدوه. يعني انت مدير عام تكون قدوه لطلابك، لمدرستك، لمعلميك، مو تجي تدخل بسلاحك وحمايتك وكذا وكانه انت بس. هذا الدليل على انه اختيار القيادات، وللأسف خلي يزعلون علينا، اختيار القيادات غير صحيح. يعني لم يكن وفق أسس تربوية. الإنسان التربوي لا يدخل بسلاح إلى المدرسة أو للمؤسسة التعليمية، وإنما ينبغي أن يدخل باحترام إلى المؤسسة. نعم. دكتور سعد، دعني أعود إلى سيد ناصر. سيد ناصر، كيف تعلق على هذا الفيديو المؤلم بصراحة؟ يعني طلاب يستقبلون عامهم الدراسي بالسلاح، يعني كيف؟ هل هناك ربما إجراء ستتخذه نقابة المعلمين؟ الحقيقة احنا في نقابة المعلمين نقول كما قالت المرجعية، إن المدرسة مكان مقدس يجب احترامه، وللمعلم مطالب، واحنا ببلد ديمقراطي. انتهى الزمن اللي كنا كل خميس الطلقات والتشيلات الثور عند راس التلاميذ من اجل ان نعدهم جيل للتحرير. هذا الجيل لبناء بلد، هذا الجيل لبناء حريه، لاحترام حقوق الانسان، للمساواه، للعداله. اما المسلحين هذا خطا، احنا نقول لعن الله المحاصصة وما ألحقته بالعراق إلا المحاصصة من دمار شامل. إحنا نطالب وطالبنا ونستمر بالمطالبة أن نشيل المحاصصة من وزارة التربية، خلوا التدرج الوظيفي، خلوا الناس المتمكنين، السيد رئيس الوزراء الناجدة باسم العراق باسم التلاميذ، خصوصا وزارة الطلبة، اعلن كل الدرجات الوظيفية حسب التسلسل الوظيفي من أجل أن تجي الناس اللي تشتغل من أجل التربية. المسلحين ما مسموح دخولهم داخل المدرسة، وإحنا حتى بالأساس انتقدنا، قلنا يجب أن يكون حتى الحارس الأمني بباب المدرسة شايل أو لابس سلاح مخفي مو بندقية. يعني الطامة الكبرى كما يقولون أنه مدير تربية في كركوك. أنا أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم نقابة المعلمين ناصر الكعبي، كنت معي من بغداد، وشكر موصول إلى الدكتور سعد الدراجي الأكاديمي والتربوي. شكرا جزيلا لكما. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام منشط أحمر لهذا اليوم. موعدنا يتجدد يوم غد بملفات جديدة. إلى اللقاء.